روح يا بطل. يا سلام عليك. أم تعيش لحظات من ما عاشه الأجداد؟ هذه هي إحدى أهداف مسابقة تحدي الموروث للألعاب الشعبية. لا ألعاب وايد حلوة، وايد حلوة، ويعني هي على أنها شعبية يعني وايد وايد حلوة. وأشوف المشاركة قوية يعني على الكبير، ذكرنا بأجدادنا وده تاريخنا شلون كان، كلش يعني حلوة الألعاب من ناحية التنظيم، من ناحية الدعم، كلش مسهل الحمد لله حق المشاركين أنهم بس مجرد تعالوا شاركوا. شيء جدا جميل أنه يرسخ عندنا القيم التراثية اللي كانت تتمارس بواسطة أجدادنا، شيء متأصل في البحرين، وحلو أن ينيبها بطريقة أنشطة رياضية نحفز الجانب التراثي والنشاط الرياضي. وتتكون تحديات المسابقة من عدة مراحل، منها الحطاب والحمالي والسقاي والبحار والبناي. حلوة تراثية وقديمة، واحنا عدينا لها كان نلعب لاعبين كروسفيت، نلعب كروسفيت، فهي تقريبا مشابه لها، لان الاستعداد يختلف والميدان يختلف، الميدان الوضع غير، بالذات عندك وقت معين لازم تكسره. يعني هذه الالعاب احنا للاسف في طفولتنا ما لعبناها، بس الحين بدينا نتعلمها، وشيء حلو ترى نعرف يعني ما شاء الله اجدادنا شلون كانت حياتهم.